وين تركب؟ لا انا مزاجي انك ما تركب في الباص اليوم، توكل على الله. مزاجي، هل القانون يمنع سواق باص ان واحد مدرك يركب في الباص؟ اعرفك بنفسي الكابتن مناحي مطلق. ماذا يعني لك هذا الاسم؟ نعم، ايش عندك المعفو؟ ما عندي الا العافيه، ايش اللي عندي؟ الاخ قاعد يغازل. يا ولد قاعد في شارع ما يا ولد يا مرزوق يا مرزوق لا لا تخافي منا، هذا من سكان البيت. اي ما يسوي شيء الا في الريل يصير. تعال وينك؟ خلاص قضينا عليه بالضربه القاضيه. اسمع انت وياه، بتسمعوني انا الفنان القدير مرمرزه، وان الاوان لهذه القنبله ان تنفجر. الله يستر منها اليوم يا مناحي. اقول لا، خلصت من مقطوعتك الموسيقيه يا فريد، علمني سوسي. استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله. وش اللي حاصل في هالبيت؟ استري يا برا، استري، استرونا من المرضي، من المرضي. هذه يا مناحي اختك لمية اللي جت من امريكا، وهذه عندك صار فيها اللي تبي. بس ابغى انبهك يا مناحي شيء، لا تتهور وتذبحها، ترى الديره هذه فيها شرع، فيها قصاص، هذا حبيت انبهك له. هذه لمية اللي من 20 سنه؟ نعم، من 20 سنه ما شفناها. صحيح. اطلع برا. ايه يا أخ العرب، كأن هذه الضابة تعبى عن تصير. لا كذا كثير صراحة، ضياع في بر وباص خربان وأبو العتاهية. يس مناحي، tell me. أقول يا لميا، لك كم من يوم وانتي طال عمرك تكلمين جرج، والسالفة جرج؟ جورج هذا أعرفه في أمريكا. ما شاء الله تبارك الله، الظاهر عمره 5 سنوات. نو إذن 6 سنوات. نو مناحي. إذن 10 سنوات وعلى مضض، والطفاية بتشتغل. نو مناحي، أنا جورج أكبر مني بسنة واحد بس. ما شاء الله، إذن أخوك مرة ضاعه. نو مناحي، كيف؟ أشوف يون أخوك،
ما في أي نوع من العلاقات الإنسانية زي كذا إلا أن جورج هذا مرة مثلك حرمه. نوم مناحي، جورج هذا رجال وهو خطيبي. جورج خطيبك؟ يس. والله أني غاسل يدي منك من يوم جيتينا بكلب. لحظة لحظة لحظة، جورج خطيبك ها؟ أطلب من لاداي احترموا الطاولة. أنا بحترم الطاولة، أنا بقلب الطاولة عليك. متى نعقد الكيران إذن؟ فالمشمش إن شاء الله، فالمشمش. أوه، ثانك يو، ثانك يو، يا ويلي ويلي. قالوا إنك في رحلة استجمامية في حارتنا المتواضعة. أخلص يا معيض، وش عندك؟ لا لا لا، الكلام اللي بقوله هذا ما ينفع في الحارة، ما ينفع في الشوارع، لازم ندخل. كلمتين بقولها في قلبي. اها، اذا الموضوع مهم جدا جدا. اوه، مهم مهم جدا، وعائلي بعد وبيفرحك. اذا معك دقيقتين جوا، اذا جاز لي خليتها خمس، اذا ما جاز عز الله اللي مكفنك في بشتك. لا لا لا، الا بيجوز لك نص بعد، بس انت قل لهم يولمون الشربات. ما في ولا شراريب، ادخل بس ادخل. يلا يلا. جيت يا وضحة، تعالي تعالي. مرض ولا غرض؟ لا على فكرة، ها، أختك ذا الخواجية قبل شوي، إيش تبي منك؟ يا رجال، جت تطلب مني مفتاح الباص وعطيتها، فكيت من شرابش. ليه، إيش تبي فيه؟ والله ما أدري، أخذت المفتاح وراحت فيه، ما أدري وين راحت. ها، عن إذنك دقيقة. خذي راحتك، دقيقة دقيقتين، ساعة ساعتين، يوم يومين، أربعة شهر، عمرك ما رجعتي. اتكيت ولا وديك فالتكيت، أنا بحيد فالتكيت، شغلت الله يشغل بليسها. اتكيت اتكيت اتكيت، بسم الله. لا يا عوني ويلا، اتكيت اتكيت اتكيت. أنا لازم يفتح بيزنس، بيج بيزنس، يسمي كومباني مطلق برادرز كومباني ليميتد. ميمي، يويو، توتو، وي وي. عفا يا العلم،